بص يا فندم لا اتفضل. احنا الاعراض لما بتظهر وهي مشابهه، مش هنقول 100% لان احنا دلوقتي مشابهه لمشاكل قصور الشرايين التاجي، عاده ما بتقلش عن دقيقه او دقيقه ونص، تمام. لكن المفروض كمان ان هي ما تزيدش عن تلت ساعه. لكن لو احنا وصلنا ان الاعراض استمرت طول هذا الوقت، في احتماليه ان وجود جلطه مش ذبحه، يعني في بدايه تدمير في عضله القلب، بتعلى جدا الاحتماليه دي. وبالتالي انا كل لما يحصل لي العرض ده استنى واريح 5 دقايق اشوف الاخبار ايه، وفي نفس الوقت الوجع ما تحسنش، لازم اطلع جري على اقرب دكتور ليه او اقرب مكان مستشفى. في طوارئ او اقرب مستشفى او اقرب حته اقدر اعمل فيها رسم قلب اطمن. وخد بالك بقى، رسم القلب على فكره يقدر يشخص كويس قوي والعيان عنده المشكله، لكن لما بتيجي لحظة وجود ذبحه المشكلة. لحظه مشكله، تمام. لكن لما تيجي الاعراض تختفي واروح اعمل رسم قلب وموجات صوتيه الاقيهم سلام زي الفل. فالدكتور يقول انت ما عندكش حاجه، لا هو عنده، بس انا لازم، انا اسف بقى، احفر انا بنفسي لكن الدكتور وادور بنفسي. المنتبه يقول لا اعمل رسم قلب بالمجهود. بالظبط كده، تمام. ده تبص ده كده تمام جدا. فاحنا ده اللي لازم نعمله. يبقى انا عندي الوجع لو استمر اكتر من 10 دقائق لا على طول اجري على دكتور، تمام، وهو كده كده لازم اروح للدكتور، بس يعني في درجه من الاستعجال، اروح دلوقتي في درجة خطورة. بالظبط كده، اروح دلوقتي ولا اروح كمان شويه. وبالتالي لازم يحصل لي الوجع ده او التقل ده، خصوصا زي ما احنا قلنا بنوعيه الوجع اللي احنا بنقول عليها، في الوقت اللي احنا بالوقت اللي احنا قلنا عليه، بالفاكتورز اللي احنا قلنا عليها، مجهود او حركه او توتر او كذا، لازم اروح على طول اعمل